وجا واحد الوقت اللي البنج دخل السجن. عادي اي واحد تيدير شي حوايج خايبين تيش خلص عليهم كما قلت لك. شحال الفتره اللي دوزتي تقريبا؟ ماشي ضروري نناقشوا عليها. لا ماشي ما ماشي مهمه ما عندها حتى شي معنى. لا حنا من خلالك نبغيو ايضا لان البنج دابا حقق نجاح في الدومين ديالو عنده بزاف ديال المتابعين ونبغيو ان من خلالك الرساله توصل لبزاف ديال الشباب يمكن اللي غاديين في طريق ماشي هي هذيك. شي نقول لك كون هضرتي معايا بحال ما كان في 2012 كنت غتبان لي غير زعما كانت هضرتك ما غادي تشفي ما تزيدني ما تنقصني حيت داكشي اللي كان في راسي في راسي. مي من حد ملي بديت تنكبر بديت تنكتشف انني غير كنت كنخربق واش فهمتي اش بغيت نقول لك. ما كما قلت راه الوالدين بعض المرات تيقولوا لك شي حوايج كيبانوا لك غلط ولكن ملي تبدا تكبر بحال انا خويا كان الا درت شي حاجه خايبه كيضربني. كل ما كانش كيضربني كنت غندير حوايج خايبين كثر. انت كتعلم بان العصا كتربي من واحد الكوتي وي كتربي حيت الانسان الا ما احترمش من الاحسن يخاف. الخوف داخل فيه في لي كومبوزون ديالو كاين الاحترام. واش فهمتي اش بغيت نقول لك؟ دونك انا اللي تنصح به الدراري الشباب واللي كيدير شي حاجه غلط يحاول يحيدها حيت الطريق الغلط بحال شي مثلث مسدوده في الاخر. ما الطريق المعقول راه كتبقى غادي ديما.